نبداو بالكافاتوني. الكافاتوني اليوم باش نطيبوها بيان سور كافاتوني رندا هذيك عرفتها يقولوا لها غريجم، هي كافاتوني احنا نقولوا لها مقرونة غريجم ما هي اسمها كافاتوني اثخم هكا زعما. باش نبداو يا سيدي، حطيت انا ديجا الماء هكا يسخن. اول حاجه باش نبداو نحضروا الكاي، نحطوا من الاول الزيت، الجو نتاعها باش يكون جو ان بو سبيسيال على خاطر في وسط لي زانغريديون يعني فاتكم بالحديث فما العسل. دونك الكعبة السمان هذيك اللي عندنا باش نجيبو نحطوها في الزيت تاخذ لون من اللون، نزيدو عليها الكليل، نزيدو عليها الزبده، نقعدو ناروزيو بالزبده حتى لين تولي عامله هكا كيما صوص شويه، نزيدو عليها العسل الاخر حاجه، ومن بعد نحطوها في البيغيكس هزوها للفور حكيت 10 دقائق ماكسيموم خاطر ما يشدش برشا وقت الكاي باش يطيب. ونحضروا احنا في بقيه اللي قعد الصوص نتاعنا اللي باش نخلطوا فيها الكافاتوني. دونك حطيت الزيت انا ديجا نورمالمون لازمو يسخن، نجي توا الكعبه الكاي السمين ونحطوها باش تتشوي. فوالا تاخذ جوست لون هوني هذا اللي باش يقعد من بعد اللي باش يخليه كالصوص نتاع السمانه بعدنا كملنا شويناها بالكدا، هو اللي باش نكملوا فيه كما قلت لكم الصوص نتاع الكافاتوني نتاعنا. دونك نحمروها احنا هوني والفوره هاكا ديجا يسخن باش هكيكا ما يشدناش برشا وقت بعد ما نكملوا نحمروا كعبة السمان هوني. هي فيسها فيسها ما تطيب راهو ما تقعدش برشا، كنت شفتوا كيفاش لونها تبدل فيسها. شحنتو شوية ملاح. فلفل اكحل. وفي الزيت من هوني ومن غادي. يزمني كمان زوز الغارف باش نزيد بيهم هكا. نحطولها طرف الكليل. كويس. مو ريحة البنين ما بنا، ريحة الكليل، ريحة البنين، ريحة الكليل البنينة تهبل. هذا الفور بعد ما سخن. باهي، يعني قلت لكم احنا نجيبوها من هوني ومن غادي تتلون شوية كيما هكا. ومن بعد باش نبداو نزيدو الزبدة. هكا بشوية بشوية. حكيتكم على ريحة الكليل ما بنها هوني. ريحة تهبل. والصوص هذيك راهو هي اللي لازمها تتعمل كيما هكا، وكل مرة نقعدو نزيدو الزبدة. فوالا، أنا كيف نحطها هي ديجا في الفور نحط نصمة المقرونة الكافاتوني. باهي، يلزمها هي تشبع مليح مليح بالزبده، يدخل فيها ديجا الفاح نتاعها، الكليل والفلفل الاكحل والملح بالكدا بالكدا. عاونيها ديجا باش ما تزيدش برشا برشا وقت كي ندخلوها للفور. تو كعبة بركة سمين، تو يقولش ما قريتيش حسابي كرياض في السمين. معرفش انا خديت كعبة وكهو شتهيتو
قلت لكم مازال وقته ما جاش. باه شفتوا كيفاش توا هي تبدل لونها بالكدا. توا يا سيدك باش نزيدوها العسل. نزيدوها مغرفة عسل. باهي راهو الميلونج نتاع الميلونج دو جو. شربوه هكا يعطي جو سكري وسالي مع بعضو. حطينا هكاك العسل نهزوها من هون يومن غادي في وسط الزبدة والعسل والكليل. بعد ما خذيت هي وجهها كيما هكا وعملت الكسوس هذيك شفتوها، توا باش نحطوها في بلاتو وباش نكملو نهزوها للفور. هي والصوص نتاعها هذيك راهو لا كولور اللي نحبو تحبوه ويخرج في السمين. هي اكل لون هذاك اللي تشوفوا فيه. فوالا نجيو هي وصوصها مع بعضها حطوها هكا. والبواله ما نغسلوهاش خاطر باش نكملوا نطيبوا فيها الصوص. فوالا هذا يمشي للفور 10 دقائق 10 مينوت. الفور ديجا سخنته 10 مينوت في الفور ونجي انا هوني نحط ديجا الكافاتوني. الماء مازال ما غليش بالقدا. باه مادام غلى الماء باش نجي ونحطو الشامبينيون. ديجا هي بيدها باش تكمل تطيب في وسط اك الصوص هذيك اللي قعدت، مش الصوص اللي قعدت في وسط البواله. هاكا تبدا تعمل المطعم نتاعها فيه الجو نتاع سكري وسالي مع بعضو. فوالا نحركو هكا باش ما تشدناش وش نقصو على النار على خاطر الصوص يلزمها تطيب بطبيعتها على نار هاديه. هو كل حاجة تطيب على نار هادية تطلع بنينة. راه تقول لي ماما اك التشتيش اللي يزرب هذيك كل ما يجيش بنين. طابت هذيك اش نجي ونحطو كيف كيف البصل انسوتيوة الثوم كعب خليوه هكيكا صحيح معناها ما هرستوش ما رحيتوش. وعندي غادي كريم فريش ايباس. كان عندكم ليكيد كيف كيف تنجموا خاطر انا باش نطيب بالكريم فريش ايباس وباش نزيد نعاونها بالماء باش تعمل لي الصوص. مسك بالخير. هاوك مسك بالخير. عسلامة. شبيك هكاك توشوش؟ سقيفة تهدت. أول مرة ما نسقش بيك كي تتعدى. إيه خاطر نسم في ريحة بنينة. شقاولك؟ هي اللي جابتني. ريحة بنينة. ولا كنت نتعدى ديريكت. بون الحمد لله ما شافش السمين. لا جاب ربي. ريحة شنو اللي شميتها ريحة بنينة؟ ريحة وخيتي فما ريحة كيما القليين هكا. قليين؟ أي ولا حاجة. أنا حبيت نتعدى مسارقي. حبيت نتعدى مسارقي. نسوتي في الشامبينيون. يا بيه. باش تطيب ما قلت الفقاعة. عملت كافاتوني. باش هذا. ماكا هو اللي جايتها جايتها باش نقول له راني. والله ايش باش نقول لك كافاتوني بسمي. قد ما حطينا باش نخرج مسارقي يا اخي انت فقت بيا. ها؟ كنتش نخرج مسارقي شدتني الريحة. كنتش نخرج من غير الغادي من غير ما تراني. مسارقي اسمها هكا. اي معناتها بالسرقة. وعلاش تخرج بالسرقة لاباس؟ الطفل عطاه لي يا بنيتي. شكون الطفل؟ على كعبة تسمع فيها كريتها في الشارع تعرف قطو. ايه. عينيه مرشوقة في الوحدة. لا وريك مسامي هبطتهم حنة. يا ناري اسم الله على خويا. يعني بيك انا الرب. اسم الله على خويا. عيط عليا وقت طفل حسين كما كنت طفل حسين عمل لي السكينة.
والقرين راني بت في غلبه. عمل لك شنو؟ السكينه. كيفاه بالسكينه اللطف؟ ما يشدوا كاس الزهر. يقول له سكينه يا سكينه. يسحقك الزهر ويسحقك الخباء ويسحقك المراه في الدار. وتحط كاس الزهر هذيك تحميها على الغاز وما تقولش اسمها وتحطها في هكا في كاس الزهير وتشربوا ديريكت. ويقولوا ونعمل طرف نشي وكهو. لا يوريك البت في حاله مهسس. عفوها هذي ما فيش. لا مش تعرف انت، اسكت انت تعرف حاجه. انت حدك الغادي وتقف. فيه البركه اللي تعرفه فيه البركه، اش تعرف انت؟ انت جيت في الدنيا ما تعرف شيء، خليك كيكه ما تعرف شيء. رسول الله. هي هاي مقرونه. سكينه مقرونه، ماني قلت لك كافاتوني فورستيير. والله الطفل عمل فيه الخير. حسين يهبل يهبل يا وخايتي. برا يحسن ايامه ويحسن حاله. يهبل يا وخايتي ديما كيكه نسميه. هكا عينيه الاخر مرشوقه في طرف جاتو، انا ياكلك ديما جاتو. وجاتو انت تاكل فيه في الشارع لاباس، مش من قبل واحنا صغار علمونا ما ناكلوش في الشارع. هكيك ماني مهروقي انا ومروقي. تبارك الله نمشي الماكينه تخدم. والحلاقه محلوله، شو يسدهم. الله غالب يا بنتي. اسمع باش نطيب مقرونه قريجم. اي. تعرفها؟ بالك عابر ولا بيش؟ ليه بالسمين ما سمعتنيش. اي بالسمين وصوص شامبينيون. هو السمين واسمه عصافر الزيتون قراب. عصافر الزيتون؟ اي مو عصافر الزيتون بعد المجمع. يكثر عصافر الزيتون والسمين. عنده اسم عصفور الزيتون، استنى نتذكره. نعملوه شوربه. انت ليه عنده اسم اخر؟ زرزور. فوالا اسمه زعزور. اي ذاك هو تبارك الله طلع عندي جبت السيد من ولده شي ما فهم بقى. اي والله شي ما فهم بقى. شكاير الزرزور وشكاير السمين. اي ما تف نبداو نعملوهم مشويين الوقت. مشويين تجي الشربه تجي برشا حاجات. اي ليه احنا عديد. نعملوهم مشويين جينيرالمون. تي قد هكا هو الزرزور شنو اللي فيه؟ بسم الله العظيم. خلنا نمشي لسوق البلاد. توا انت ماتك توجع حتى سوق. بعد ما عملك السكينه. لا عمل السكينه شيء نمشي لسوق البلاد. اسمع وبعد السكينه اش تعمل لها؟ بعد هي حاميه. نحطها فيك كيس الزهر. تشرب ماء الزهر. ونشرب بسم الله بسم الله ونسمي نقول له شافي يا عافي. هكاها. يستحقك الجزار ويستحقك شكون؟ باش السكينه يا سكينه، الناس تقول لك سكينه وانا نقول لك يا امي لحنينه. تستحقك الجزار، تستحقك الخضار، تستحقك المراه في الدار. هكيكا. ومن بعد نحطوها فهمت؟ الا ما هو عيطي شبط لي الفيشكا من فوق المرفع. وانا راني تكبيت كبه. نشرب هكا طرف عطرشيه وكهو فت الحكايه. ربي هي زيتي قالتك عطرشيه عندي الغاز هنا. انا نقول لك الطفل عطاها لي وهو انا نمشي هو يدور ورايا كي عطروا سيدي سعد. هيا يمشي نهار راح. نهار راح شنو؟ اسمع انا نعرف وربي يعرف وربي يعرف. ما سالتنيش شنو حاجه حلوه. قال عيني ها كل ما يدور يلقاني نسلت حطينا. شكون؟ حتى انت باش تتعلم ما عادش تاكل في الشارع. اين هو القران؟ وراسك من اليوم ما عاد ياكل شيء. حتى الماء تنشف فيه بالبات ولا شتي غلبه هكا. بسم الله عليك. زرتان وليت. زعما بعد صغر سني في السنه يقول عليهم تسمع فيها طاحه فهم ضربوك ولا الله يحسن العاقبه. تقولي انت على صغر سني انا كي مشيت شفت تصاورك في سيدي علي الاسمر ولا ماشي في بالي عنده برشا رياض يعيش. علاش اخواتي نثبت على تور سيدي محرز والله. نوزل لتصاور رياض هكا 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 حسيتك لي انت ممكن ما نعرفش ما عندكش ما فهميش وفيت ما عندكش عمر معين معناتها. تبارك الله اللهم صلي على النبي يعني ما تضرك. يا اخي اعطاها لي على الميك. وهذه اعطيتها لي على عمري. ربي يسر تقصف لي عمري من الدنيا عاد هذاك اخر طب كي توا خليني حي مش مازال عاد شكون مش يقول هذه قتلها ومسكتوا والله العظيم والله. هكا هو واحد لهي بيا والاخرى هاي تبارك الله تعيط عليا يا ربي يا اخي يا ربي تبارك الله. خلينا نمشي من حاجه وحويجه نمشي سوق البلاد. سوق البلاد مشي كرسي الصليح. كرسي الصليح؟ اي شو باش تعمل في كرسي الصليح؟ هاي رحت للمخزن هي تو عملت هدايا شنو اخر؟ عملت معاها جواجر يا سيدي وانا ماشي سيدي بوسعيد البيجي. البيجي شكون مش قلت لي ماشي كرسي الصليح؟ وكرسي الصليح وين جاي؟ وانا وين ارفع عليه؟ مالك ما تعرفش ما هو يسهل. اي وينو اللي يسهل ما يحيرش. وين يجي كرسي؟ في سيدي بوسعيد هكا الدروج اللي مقابلين الزاويه اللي هبطوا كده البحر. الدروج 300 الدروج هذاك اللوطان. هذاك الدروج اللي هبطوا كده البحر اللي فيه دوره هكا ودوره هكا ودوره هكا ودوره هكا. هذيك هذيك يهبطك هذاك اسمه كرسي الصليح. نمشي نرتاح.
هذاك هو كرسي صلاح الدروشه. اي بكري كانوا هكا تسمع فيا والنيه ونعمل كيف كنتي حتى انتوما زيد شخابيكم. هيا بيه اسمعني. كمل انت الهدره هذه. مالا كرسي صلاح دروج. توا انا اول حاجه خلينا نمشي نمشي لسوق البلاد. ثم سوق البلاد. باش تعمل في سوق البلاد؟ نمشي للتجيال ناخذ التران. ماشي بالتران خذ تاكسي قال التران. يا خالتي انت تقدر عليها تاكسي عايشه القادره. اي لا خذ تاكسي خذ تاكسي. لا 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 بنتي انا قلت مع انا قلت عندي وكليتها خلي يقول ما عنديش خلي هكاك. لطف عليك تي لا عاد يزي حتى انت زاده. هاي برخ كل شيء نحي فيا مقرونه. عطاو نحي كعبه سمين. كعبه سمين تي هي كعبه تو نقسموها انا وانت. عاد هي شبيها احنا كي يذوق وحنا كي ما يذوقش. شبيها هي برا ما تعطيش. اما خير مرقته خير من فرقته. هي به على الاقل نشموا الريحه على الاقل ويزي فيه البركه. شمو خبي. والله. هي يا جماعه بركم عليها ما تمشيش تاكلي حتى الشطر عينكم عليها هي اللي تتفرجوا فينا. لا لا ما ناكلش الشطر تو نخلي لك نص نتاعك تهنى. هي برا خلينا نمشي. توصي شي حاجه. ليه ها واش باش نوصيك من كرسي صلاحتي انت كي توصل تكمل الدروس. تناخذك بالبالوني. تناخذك بالبالوني. كعبه بالبالوني. بالبالوني. خذ لي كعبه بالبالوني نكمل بها قهوه العشيه. ايوا تناخذك كعبه بالبالوني مش تجيك راهش منك. شنو؟ مش تجيك تسمع فيا تبارك الله مجلده. ليه اشريها وانت مروح. ليه؟ وروح في تاكسي ما تروحش. لا لا ما تروحش تاكسي دابا على روحك. ليه ليه ولا ما تروح تنبخبغ بعد ما تكمل كرسي صلاح الكل. لا لا ما نروحش نبخبغ. آه. هيا برا في وديعة ربي. وديعة هنيني. لا لاباس. هيا ربي يسر. هنيني انت فيك ماشي بجبك كرسي صلاح تطلع في الدروج. ايه علاش؟ وش بيها ما باش نطلعوا لها؟ نطلعوا لها زازو. باهيش. باهي برا ربي معاك. ايوا معاك. بسم الله عليك. والله العظيم. دروج طول 300 وندرا قداش الدرجه طلع اسمه كرسي صلاح في بليزي ويا كرسي صلاح ولا حاجه وانا حاجه كيما هكيكا معني باهي شو اكل 10 دقائق نورمالمون كعبه السمين نتاعنا راهي طابت هيت نخرجوها هاكا كعبه السمين طابت هي والصوص نتاعها دايوغ باش نزيد ناخذ شويه الصوص نحطها هوني شفتوها الصوص كيفاش وليت لونها هايكا فيها نورمالمون المطعم نتاع العسل الكافاتوني نورمالمون سي بون هبطوهم البنتي كيما هكا على خاطر باش تكمل تشرب الصوص نتاعها هوني كملوا نحطوها ليه هكا نخلطوها مليح مليح في وسط الصوص نتاعها خليوها تشرب الصوص ولا ريحتها بنينه تهبل هكا شربت شي صوص نطفيو اخفو بيان سور نجي ونحطو شويه البارميزان خليه شويه من بعد باش نزينو به الصحن من فوق هذيك باش نزينو به الصحن ونعملو رشه هكا زيت زيتونه بعد ما نطفيو على النار هذا الكل خلطوها هكا في بعضها شقالكم في كافاتوني فورستير هذه من بعد باش نزينوها ونحطوا كعبة السمين الفوق رشة البارميزان وهذه هي البلا برانسيبال متاع اليوم